نفت السفارة الإيرانية في أنقرة ما أوردته صحيفة الديلي تيليغراف اللندنية اليوم الأربعاء من أن إيران قدمت دعماً مالياً إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. ونقلت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية عن السفارة الإيرانية في تركيا قولها في بيان أن ما نقلته الصحيفة يهدف إلى الإساءة إلى العلاقات الودية وحسن الجوار بين إيران وتركيا.